بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. درس اليوم موجه لتلميذات وتلاميذ السنة الأولى إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء. عنوان الدرس هو قانون العقد، قانون إضافية التوترات. طبعا هذا الدرس يأتي بعدما درسنا درسين سابقين، وهما درس التيار الكهربائي المستمر ودرس التوتر الكهربائي. إذن في هذا الدرس من خلال عنوانه سنتعرف على قوانين تحكم كلا المقدارين الفيزيائيين، وهما التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. بداية بقوانين التيار الكهربائي، هما في الواقع قانونين. لماذا؟ لأننا نعلم جيدا أن أنواع التراكيب التي درسنا سابقا في دروس الكهرباء هما نوعان: تركيب على التوالي وتركيب على التوازي. إذن سنحاول أن نتعرف على القانون الذي يحكم شدة التيار في تركيب على التوالي، يعني كيف هي شدة التيار عندما يكون لدي تركيب أو دارة على التوالي. ونفس الشيء بالنسبة للدارة المتفرعة أو للتركيب التي تكون فيه الأجهزة مركبة على التوازي. إذن بداية بالفقرة الأولى، كيف تتصرف شدة التيار الكهربائي، أو كيف هي شدة التيار الكهربائي في دارة متوالية. إذن من أجل الإجابة على هذا السؤال تابعوا معي التجربة الموجودة أمامنا الآن. لدينا دارة متوالية تضم مصباحين ومولد، وتضم أجهزة قياس أمبيرومترات، 3 أمبيرومترات رمزنا لها بـ1 أي2 أي3، وموضوعة في أماكن مختلفة أو في مواضع مختلفة من الدارة المتوالية. أي1 موجود بين المولد والمصباح الأول، أي2 موجود بين المصباح الأول والمصباح الثاني، ثم أخيرا أمبيرومتر A3 موجود بين المصباح الثاني والمولد. طبعا أثناء إنجاز هذا الربط أو هذا التركيب احترمنا ربط الأمبيرومترات الرقمية اللي هنا ملتيمتر، جهاز متعدد القياس يلعب دور أمبيرومتر. لاحظوا زر العيارات موجود في نفس المكان بالنسبة للأجهزة الثلاث، والربط كما قلت تم احترامه، معناته أن المربط كوم دائما يجب أن يكون مرتبطا مع القطب السالب. لاحظوا هنا المربط كوم، لو تتبعنا الأسلاك سنجده أنه يرتبط بالقطب السالب. نفس الشيء بالنسبة لهذا الموجود بجانب القطب السالب للمولد، كوم مرتبط بالقطب السالب. نفس الشيء بالنسبة للأمبيرومتر I2، الكوم اللي هو الأسود هنا إذا تتبعنا الأسلاك فسوف نجده أنه يرتبط بالقطب السالب. إذن دارة كهربائية بسيطة متوالية، ونريد قياس شدة التيار في 3 مواضع مختلفة من هذه الدارة. ما هي النتيجة؟ لاحظوا أن لدي الأجهزة الثلاث تشير إلى نفس القيمة. إذن قبل أن أتكلم عن هذه القيمة سأوضح ذلك أكثر من خلال هذا الرمز، من خلال هذه التبيانة لنفس الدارة: مولد ثم مصباح L1 مصباح L2. طبعا قبل المصباح L1 يوجد الأمبيرومتر A1 ثم الأمبيرومتر A2 مصباح الثاني ثم الأمبيرومتر A3 ثم نعود إلى المولد. وهنا الأسهم الحمراء تشير إلى منح شدة من منح التيار الكهربائي المار في هذه الدارة المتوالية. وطبعا كما رأيتم منذ قليل في التجربة الحقيقية في حالة مصباحين L1 وL2 وجدنا أن الأمبيرومترات الثلاثة تشير إلى نفس القيمة، وفي هذا المثال 0.16 أمبير. إذن ماذا يمكن لنا أن نستخلص أو أن نستنتج من هذه التجربة؟ قمنا بقياس شدة التيار في مواضع مختلفة للدارة فوجدنا نفس القيمة. إذن هذا هو الذي نسميه القانون الأول الذي يحكم الدارة المتوالية، والذي يقول بكل بساطة أن لشدة التيار الكهربائي
نفس القيمة في كل نقطة من نقاط الدارة المتوالية. إذن هذا هو القانون الأول أو خلاصة الفقرة الأولى. في دارة كهربائية متوالية تكون لشدة التيار نفس القيمة في كل نقطة من نقاط الدارة. الصورة الموجودة هنا هي لتركيب تجريبي آخر. لاحظوا في هذا التركيب التجريبي لدينا بطارية، محرك، ثم مصباح، والدارة الكهربائية متوالية مغلقة، طبعا إضافة إلى جهاز أمبيرومتر مربوط على التوالي كما نعلم. إذا لاحظوا التيار يخرج من القطب الموجب للبطارية، يمر في الأمبيرومتر ثم المصباح ثم المحرك، وهنا الأمبيرومتر يشير إلى 0.24 أمبير. لو وضعناه بين المصباح والمحرك سنجد نفس القيمة، لاحظوا نفس القيمة E ثم E بين المصباح والمحرك، ونفس الشدة بين المحرك والبطارية. إذن في الدارة المتوالية يكون لشدة التيار نفس القيمة، وهذا هو القانون الذي يحكم شدة التيار في الدارة المتوالية. باللغة الفرنسية لديه اسم نسميه لوا d'unicité de l'intensité du courant électrique, bien sûr, dans un circuit en série. Loi d'unicité, unicité, تعني أن l'intensité est unique, أي أن شدة التيار لها قيمة واحدة، أي وحيدة، وهذا ما قلناه باللغة العربية. قلنا بأن في دارة كهربائية متوالية يكون لشدة التيار نفس القيمة، سواء كنا قريبين من المولد في السلك القريب من المولد، أو كنا بين الأجهزة التي تضمها هذه الدارة. في الدارة المتوالية لدينا نفس القيمة، في هذا المثال لدينا 0.24، وفي المثال السابق لدينا 0.16. إذن يمكن لنا أن نضيف هذه الملاحظات. إذن بعدما تكلمنا عن القانون الأول نعيده مرة ثانية. في الدارة المتوالية يكون لشدة التيار نفس القيمة. هذه القيمة طبعا ترتبط بنوع وعدد الأجهزة الموجودة فيها. مثلا في هذه الدارة لدينا مصباحين، وقيمة شدة التيار التي تمر في هذه الدارة المتوالية هي 0.16، في حين في الدارة الموجودة على اليسار لدينا محرك ومصباح ثم بطارية، شدة التيار لها نفس القيمة، إنما هذه المرة هي 0.24. إذن قيمة شدة التيار المارة في الدارة المتوالية، أي نعم، ترتبط بنوع الأجهزة وترتبط كذلك بعدد هذه الأجهزة، إنما عندما تكون هذه الدارة مغلقة فإن القيمة تكون هي نفسها في كل موضع من مواضع الدارة المختلفة. شيء آخر يجب كذلك أن نشير إليه كملحوظة، هو أن شدة التيار لا ترتبط بترتيب ثنائيات القطب المكونة للدارة. يعني ذلك أنه إذا رجعت لهذا المثال، الدارة الموجودة على اليسار، إذا غيرت موضعي كل من المحرك والمصباح فإن القيمة لن تتغير. لاحظوا هنا المحرك مرتبط مباشرة مع القطب السالب، لو أخذت المحرك من هنا ووضعت بداله المصباح، أي أن المصباح سيكون هو المرتبط بالقطب السالب بداية، فإن القيمة هاته لن تتغير. إذن هذه هي خلاصة الفقرة الأولى أو القانون الأول الذي يحكم شدة التيار في دارة متوالية. إذن أعيدها للمرة الأخيرة، في الدارة المتوالية يكون لشدة التيار نفس القيمة، هو ما سميناه بالفرنسية لوا دونيسيتي دو لانتونسيتي دو كورون إلكتريك دونز ان سيركوي سيري. الآن سنحاول أن نجيب على نفس السؤال، طبعا بالاعتماد النتائج التجريبية، لكن هذه المرة عن الدارة المتفرعة، أي عن التركيب على التوازي. إذا كان لدي تركيب فيه فروع، أي أجهزة مركبة على التوازي، ما هو القانون الذي يحكم شدة التيار؟ إذن هذا ما سنجيب عنه فيما سيأتي من هذا الدرس. لكن قبل ذلك وجب علينا تعريف بعض الأشياء المتعلقة بالدارة المتفرعة. هنا لدي تركيب على التوازي، مصباحين، مصباح الأصفر مع الأزرق مركبين على التوازي مع المولد، إذن هذه الدارة دارة متفرعة أي بها فروع. ولدي تعريفين يجب أن أتذكرهما جيدا. هناك ما نسميه في الدارة المتفرعة ما نسميه بالفرع الرئيسي. ما هو الفرع الرئيسي من الدارة؟ هو هذا الفرع. مثلا لاحظوا هنا لدي مولد
ثم نقطة آ ثم مصباح أزرق ثم مصباح باللون الأصفر. الفرع الذي يضم المولد أو البطارية أو منبع التيار نسميه دائما الفرع الرئيسي، la branche principale. ما تبقى من الفروع أي أن الأجزاء الدارة التي تضم الأجهزة، مثلا هذا الجزء أب يضم المصباح الأزرق أو هذا الجزء الموجود في الأسفل يضم المصباح الأصفر، هذه الفروع تسمى فروع ثانوية، les branches dérivées. إذا نتذكر معا، إذا كانت لدي دارة فيها تركيب على التوازي فيها فروع، الفرع الذي يضم المولد نسميه الفرع الرئيسي، وبقية الفروع التي تضم الأجهزة الأخرى نسميها فروع ثانوية، les branches dérivées. هناك تعريف كذلك مهم جدا وهو تعريف العقدة. العقدة هي كل نقطة تلتقي عندها ثلاثة أسلاك موصلة أو ثلاثة موصلات. فمثلا إذا رجعت لهذا التركيب، لدي هنا المولد القطب الموجب، لدي سلك موصل، ثم أصل إلى النقطة A. النقطة A لدي سلك يتجه نحو المصباح وسلك آخر في الأسفل يتجه نحو المصباح الأصفر. إذن هذه النقطة هي نقطة تلاقي ثلاثة موصلات، ثلاثة أسلاك موصلة. إذن هذه النقطة نسميها عقدة في الكهرباء، باللغة الفرنسية نسميها نو. النو هي عقدة. إذن النو أو عقدة هي نقطة تلتقي عندها ثلاثة أسلاك موصلة على الأقل. قد نجد في بعض الدارات المتفرعة نقطة تلتقي عندها أربعة أو خمسة أسلاك. إذن إذا التقى عندها ثلاثة أسلاك فهي عقدة. هذا عن التعريف أو عن التعريفين. الآن سنعود إلى سؤالنا الأساسي، كيف ستكون شدة التيار في الفرع الرئيسي وفي الفروع الثانوية؟ يعني ما هو القانون الذي يحكم شدة التيار في دارة متفرعة، بعدما تعرفنا على القانون الذي يحكم شدة التيار في الدارة المتوالية، وهي أن لشدة التيار نفس القيمة في كل موضع من مواضع الدارة المتوالية. إذن هذا مثال لتركيب تجريبي يضم دارة متفرعة، هو نفس المثال الذي رأيناه منذ قليل، مصباح L1 مصباح L2، وضعنا هنا ثلاثة أجهزة A أمبيرومتر لقياس شدة التيار المارة في الفرع الرئيسي، A1 لقياس شدة التيار المارة في الفرع الثانوي الأول، وA2 لقياس شدة التيار المار في الفرع الثانوي الثاني. إذن سؤالنا، ما هي العلاقة بين E وE1 وE2؟ E1 شدة التيار المارة في المصباح L1، وE2 شدة التيار المارة في المصباح L2، وE هي شدة التيار المارة في الفرع الرئيسي. إذن هذا هو السؤال. لكي نجيب عنه سنعود إلى النتائج التجربة الحقيقية التي أنجزناها بهذا الصدد، بهذا الخصوص. إذن تركيب تجريبي تمثيله تمثيل التبيانة موجود بالرموز الاصطلاحية أو بالتمثيل الرمزي موجود على يميننا، ثم التجربة الحقيقية موجودة صورتها على يسارنا. هنا باختصار لدينا مولد 6 فولت مرتبط مع المصباح L1، وL2 وL1 مركبين على التوازي مع المولد. في الفرع الرئيسي وضعنا أمبيرومتر A، في الفرع الذي يضم المصباح L1 وضعنا A1 الأمبيرومتر A1، وفي الفرع الذي يضم المصباح L2 وضعنا جهاز أمبيرومتر A2. إذن كما هو مبين على يساركم في التبيانة ديال هات الدارة. إذن من خلال النتائج التجريبية، وطبعا الأمبيرومترات هنا موجودة بحيث أننا لدينا نفس لدينا قيم مختلفة، الفرع الرئيسي لدينا 0.50، الفرع الثانوي الأول 0.18، والفرع الثانوي الثالث لدينا 0.32 أمبير. إذن جواب السؤال الذي وضعناه، ما العلاقة بين E وE1 وE2؟ طبعا هنا لا يوجد تساوي، أنا لدي دارة متفرعة، ولكن هناك علاقة بين E وE1 وE2. إذن سأعطيكم مهلة للتفكير، 0.18، 0.32، والرئيسي 0.50. إذن الإجابة هي كالتالي، لاحظوا معي أن 0.18 زائد 0.32 تساوي 0.50 أمبير. إذن العلاقة بين شدات التيار الثلاث هي إذن كما هو موضح أمامكم، E
يساوي اي واحد زائد اي اتنان. يعني أن شدة التيار في الفرع الرئيسي يساوي مجموع شدات التيار في الفروع الثانوية. هذه النتيجة يمكن أن نعممها ونحصل على قانون يحكم شدة التيار في الدارات المتفرعة، وهذا هو موضوع أو الهدف الأساسي من الفقرة الثانية. إذن شدة التيار في الفرع الرئيسي تساوي مجموع شدات التيار في الفروع الثانوية، نعبر عنها بالعلاقة الرياضية E يساوي E1 زائد E2، ولكن يمكن أن نعممها أكثر إذا عدنا إلى تفسيرها أو إلى شرحها أو طرحها بهذه الطريقة. لاحظوا معي، شدة التيار الرئيسية اللي هي E تصل إلى هذه النقطة، وهذه النقطة عبارة عن عقدة. لماذا؟ لأن قلنا منذ قليل أن العقدة هي نقطة تلاقي ثلاثة موصلات أو ثلاثة أسلاك موصلة H1 H2 H3. إذن هذه النقطة هي عقدة. عندما يصل التيار إلى هذه النقطة سينقسم، جزء منه سيمر في المصباح الواحد وجزء منه سيمر في المصباح الاثنين. سمينا الجزء الذي يمر في المصباح الواحد E1 والذي يمر في المصباح الاثنين E2. إذن هنا لدي E تساوي E1 زائد E2. إذا أردت أن أعمم هذا الكلام أكثر سأقول عند عقدة شدة التيار الداخل إلى العقدة تساوي شدات التيار أو مجموع شدات التيار الخارجة من العقدة، أي أن E يساوي E1 زائد E2. لكي نوضح ذلك أكثر نأخذ دارة أكثر تفرعا من هاته. سنأخذ مثلا هذه الدارة التي تضم ثلاثة فروع. إذا لاحظوا معي، سنطبق نفس المبدأ الذي قلناه منذ قليل. هنا التيار الرئيسي هو E يصل إلى العقدة N1، ينقسم إلى جزئين، جزء سميناه E1 يمر في L1، وجزء آخر يمر في هذا السلك سميناه E'. إذن من خلال القاعدة التي وجدناها في التجربة التي رأينا منذ قليل يمكن لي أن أكتب بأن E تساوي E1 زائد E'، هذا في العقدة N1. سيحدث نفس الشيء عندما نصل إلى العقدة N2، هذا الجزء E' بدوره سينقسم إلى جزئين، E2 جزء E2 يمر في المصباح L2 والجزء المتبقي E3 يمر في المصباح E3. إذن لدي علاقة أخرى، هو أنه في العقدة N2 هذه النقطة نقطة تلاقي ثلاثة أسلاك E' يساوي E2 زائد E3. إذن بشكل عام، طبعا هنا العلاقة استكمال لها، وعود E' بE2 زائد E3، سأجد أن التيار الرئيسي يساوي مجموع التيارات الفرعية. لكن نحن سنعممها بهذا الشكل، أنه في دارة كهربائية متفرعة، وعندما نصل إلى عقدة ما كيفما كانت، في عقدة سواء كانت N1 أو N2 أو N3 أو N4، عند أي عقدة يجب أن نعلم ما يلي: أن مجموع شدات التيار الداخل إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيار الخارجة منها، وهذا هو الذي نسميه في الكهرباء قانون العقد باللغة الفرنسية لا لوا دي نو. ماذا يقول مرة أخرى؟ مجموع شدات التيار الداخل إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيار الخارجة منها. إذن يمكن لنا أن نوضحه بهذا الرسم. لدي هنا عقدة تلتقي عندها أربع أسلاك، كل سلك يمر فيه تيار كهربائي E1 E2 E3 E4. إذا أردت كتابة العلاقة التي تترجم قانون العقد ماذا علي أن أكتب؟ مجموع شدات التيار الداخل إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيار الخارج منها. إذن ما علي إلا أن أبحث عن التيارات التي تدخل لهذه العقدة والتيارات التي تخرج منها. مثلا E3 هو يخرج من هذه العقدة، E4 يدخل إليها قادم نحوها، E2 قادم إليها إذن داخل، E1 قادم إليها إذن داخل. إذن العلاقة ما هي؟ E3 مجموع شدات التيار الخارجة من العقدة، هناك شدة تيار واحدة هي E3، يساوي مجموع شدات التيار الداخلة إلى العقدة. كم تيار داخل إلى العقدة؟ لدي E1 وE2 وE4. إذن E3 يساوي E1 زائد E2 زائد E4. إذن هكذا نكون قد أنهينا القوانين أو الفقرتين المتعلقتين بالقانونين اللذين يحكمان
شدة التيار في كل من الدارة المتوالية والدارة المتفرد. إذن كخلاصة للفقرتين واحد واثنان الأولى والثانية، القانونين اللذين تعرفنا عليهما هما كالتالي: بالنسبة للدارة المتوالية، القانون الذي يحكم شدة التيار هو كالتالي: يكون لشدة التيار نفس القيمة في كل نقطة من نقاط الدارة. الشكل هذا يوضحه: لدي دارة متوالية مكونة من مصباحين ومولد، التيار في هذا السلك شدته تساوي شدة التيار في هذا السلك تساوي شدة التيار في السلك الأخير. معناته أو يعني ذلك عفوا أن شدة التيار في كل نقطة من نقاط هذه الدارة المتوالية لها نفس القيمة. هذا سميناه شدة التيار EA EB EC. لدينا EA يساوي EB يساوي EC. إذن هذا القانون الأول الذي يحكم شدة التيار في دارة متوالية، بالفرنسية نسميه لو دينيسيتي دو لانتونسيتي، باللغة العربية نقول أن لشدة التيار نفس القيمة في دارة متوالية. بالنسبة للدارة المتفرعة أو الدارة أو التركيب على التوازي، هناك قانون يحكم شدة التيار في الدارة المتفرعة أو في الدارة التي يوجد فيها تركيب على التوازي. هذا القانون نسميه قانون العقد، يسمى باللغة الفرنسية لا لوا دو نو. يقول: مجموع شدات التيارات أو مجموع شدات التيار الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع شدات التيار الخارجة منها. ما نعنيه بعقدة كما رأينا سابقا هو النقطة التي يلتقي عندها ثلاثة أسلاك موصلة. أي نقطة في الدارة المتفرعة والتي تلتقي عندها ثلاثة أسلاك أو أكثر نسميها عقدة. مثلا هنا في هذا الشكل على اليسار، هذه النقطة هي عقدة، وبالتالي التيارات الداخلة إليها تساوي مجموع شدات التيارات الخارجة منها. الداخل إليها في هذا المثال هو شدة تيار واحدة اللي هي التيار الرئيسي E، والخارجة من هذه العقدة هي E1 و E2. نفس الشيء يقال بالنسبة لهذه العقدة هنا على اليمين. هذه العقدة شدات التيارات الداخلة إليها هي E1 القادم في هذا السلك و E2 القادم في هذا السلك، والخارجة منها هو E1 زائد E2 أي هو E. إذن نقول بأن E يساوي E1 زائد E2. إذن قانونين، أحدهما خاص بالدارة المتوالية والثاني خاص بالدارة المتوازية أو المتفرعة. الأول هناك وحدة قيمة شدة التيار، والثاني مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة يساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. إذن هذا عن التيار الكهربائي. الآن سنمر إلى التوتر الكهربائي، ونفس الشيء سنبحث عن قانونين في دارة متوالية بالنسبة للتوتر كيف يكون، وكذلك في الدارة المتوازية أو المتفرعة. إذن قوانين التوتر الكهربائي، سنبدأ بالدارة المتوالية. إذن ننظر معا هذا التركيب التجريبي. على اليسار يوجد تركيب تبيانة، تركيب التجريبي الحقيقي. إذن التبيانة تبين لي بأن لدي مولد، دارة كهربائية مكونة من مولد ومصباحين L1 وL2 مركبين على التوالي. إذن دارة متوالية. طبعا أضفنا لهذه الدارة ثلاثة أجهزة قياس، نريد أن نقيس التوتر بين مربطي المصباح L1 بواسطة الفولتمتر V1 موجود هنا في هذا الشكل، ثم التوتر بين مربطي L2. ولاحظوا بأن الفولتمتر نذكركم بأنه يركب دائما على التوازي مع الجزء من الدارة التي نريد قياس التوتر فيها. إذن هنا أريد أن أقيس التوتر بين L2، إذن سأركب بين مربطي L2 الفولتمتر V2 الذي سيعطيني القيمة U2، توتر U2. ثم نريد قياس التوتر بين مربطي الجزء المكون من المصباحين المربوطين أو المركبين على التوالي. إذن هذه هي التبيانة، تبيانة التركيب التجريبي، وهنا التركيب التجريبي الحقيقي: مصباح L1 وL2 ومولد على التوالي، الفولتمتر V1 مركب على التوازي مع المصباح L1، والفولتمتر V2 مركب على التوازي مع المصباح L2، والفولتمتر V مركب على التوازي بين هذه النقطة وهذه النقطة. لاحظوا الأسلاك التي لونها أزرق مركبة من هذه النقطة لهذه النقطة، يعني أن الفولتمتر V سيقيس التوتر بين مربطي المصباحين المركبين على التوالي، وهو كذلك التوتر بين مربطي المولد.
لأن هذه النقطة مع هذه النقطة لا يوجد جهاز، هناك سلك، ونفس الشيء من هذه النقطة لهذه النقطة هناك سلك موصل فقط، معناته أو يعني ذلك أن التوتر بين هذه النقطة وهذه النقطة هو التوتر بين مربطي المولد نفسه. إذن السؤال الذي نبحث عنه، ما العلاقة بين التوتر إي بين مربطي المصباحين المركبين على التوالي، أي بين مربطي المولد كذلك، والتوترين إي واحد وإي اثنان بين مربطي كل مصباح على حدة. إذن لنحقق أكثر أو لنلاحظ أكثر القيم التي تشير إليها هذه التجربة، لدي الفولتمتر في واحد يقيس التوتر بين مربطي المصباح L1، هنا القيمة هي 3.05 فولت. الفولتمتر في 2 يقيس التوتر بين مربطي المصباح الثاني، والقيمة المشار إليها على شاشة الفولتمتر هي 9.01 فولت، في حين أن الفولتمتر الذي يقيس التوتر بين مربطي المصباحين الاثنين المركبين على التوالي أو التوتر بين مربطي المولد هو 12.06 فولت. إذن ما هي العلاقة بين U وE1 وE2؟ سأعطيكم مهلة للتفكير. طبعا لا يوجد تساوي بين E1 وE2 وE3، ولكن هناك علاقة ريادية تجمع بين U وE1 وE2. هذه العلاقة طبعا القيمة الكبيرة تساوي القيمة مجموع القيمتين إن لاحظتم ذلك، يعني أنه يمكن لي أن أجزم أن U يساوي U1 زائد U2. لنتحقق من ذلك، 9.01 زائد 3.05 تعطيني 12.06. إذن التوتر بين مربطي المصباحين الاثنين المركبين على التوالي يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل مصباح على حدة. هذا القانون نسميه قانون إضافية التوترات، ويمكن لنا أن نعممه من خلال هذه التبيانة. هنا لدي أكثر من جهاز مركبين، أكثر من جهاز مركب عفوا على التوالي، الجهاز الأول والجهاز الثاني والجهاز الثالث، ونريد قياس التوتر بين مربطي كل جهاز والتوتر بين مربطي الأجهزة الثلاثة على التوالي، أي من هذه النقطة لهذه النقطة اللي هو التوتر بين مربطي المولد. التجربة أثبتت أن العلاقة الموجودة بين هذه التوترات هي أن التوتر الكلي بين مربطي كل الأجهزة اللي هو التوتر بين مربطي المولد كذلك يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل جهاز على حدة. إذن في دارة متوالية التوتر بين مربطي مجموعة من ثنائيات القطب المركبة على التوالي يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل ثنائي قطب على حدة. هذا القانون نسميه قانون إضافية التوترات، وهو محقق في دارة متوالية. إذن إضافية التوترات باللغة الفرنسية لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون، قانون إضافية التوترات. إذن بالنسبة للتوتر الكهربائي كمقدار فيزيائي، عندما تكون الدارة متوالية فإن التوتر بين مربطي مجموعة من الأجهزة مركبة على التوالي يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل جهاز على حدة. هذا عن الدارة المتوالية. الآن ماذا عن الدارة التي تكون فيها الأجهزة مركبة على التوازي؟ كيف ستكون العلاقة بين التوترات؟ يعني كي نجيب على ذلك نمر إلى تجربة أخرى فيها مصباحين كذلك للتبسيط، مولد ثم مصباحين مركبين على التوازي، L1 وL2 مركبين على التوازي مع المولد، ثم طبعا أجهزة الفولتمتر V1 مركب على التوازي مع المصباح L1 لقياس التوتر بين مربطيه، ثم V2 لقياس التوتر بين مربطي المصباح L2، ثم V أو الأمبير الفولتمتر عفوا الذي رمزنا له بالحرف V هنا لقياس التوتر بين مربطي المولد. إذن تبيانة توضح ذلك، المولد هو الجي لو جينيراتور. إذن هنا فولتمتر لقياس التوتر إي، والفولتمتر في واحد لقياس التوتر إي واحد، والفولتمتر في اثنان لقياس التوتر إي اثنان. ما هي النتيجة في نظركم من خلال النظر إلى شاشات أجهزة الفولتمتر الثلاث؟ تلاحظون أن التوترات
الثلاثة متساوية، اي واحد يساوي اي اثنان يساوي. إذن سنعمم هذه النتيجة. إذن النتيجة هنا كما تلاحظون يساوي اي واحد زائد اي اثنان، وهذا الكلام صحيح في دارة متوازية، ونتكلم عن التوتر. إذن التوتر في دارة متوازية، للتوتر بين مربطي ثنائيات قطب مركبة على التوالي نفس القيمة. هذا هو القانون الذي يحكم التوتر الكهربائي في حالة ما إذا كانت الأجهزة مركبة على التوازي أو في دارة متوازية. إذن خلاصة حول القوانين التي تحكم التوتر الكهربائي، سنعيد ذلك. بالنسبة للفقرة الثالثة في دارة متوالية، وجدنا قانون يسمى قانون إضافية التوترات، والذي يقول بكل بساطة أنه عندما تكون لدي أجهزة مركبة على التوالي كما هو الحال بالنسبة لهذين المصباحين L1 وL2، التوتر بين L1 هو E1 والتوتر بين E2 هو E2، والاثنين مركبين على التوالي مع المولد، فإن التوتر الكلي بين مربطيهما اللي هو التوتر بين مربطي المولد اللي هو E يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل مصباح على حدة. التوتر بين مربوط بين مربطي مجموعة من ثنائيات القطب المركبة على التوالي يساوي مجموع التوترات بين مربطي كل ثنائي قطب. نعبر عن ذلك بالعلاقة الرياضية E يساوي E1 زائد E2. إن كان لدي أكثر من مصباح، أكثر من جهاز، الأول والثاني والثالث، سيكون E يساوي E1 زائد E2 زائد E3 زائد إلى آخره. إذن في هذا المثال البسيط لدينا جهازين مصباحين، إذن E يساوي E1 زائد E2. هذا عن الدارة المتوالية وعن القانون الذي يحكم التوتر في الدارة المتوالية. أما في الدارة المتوازية أو الدارة المتفرعة، فلدينا التساوي، يكون للتوتر نفس القيمة بين مربطي ثنائيات قطب مركبة على التوازي. إذا كان لدي مصباحين L1 وL2 مركبين على التوازي مع مولد، فإن التوتر بين مربطي المولد يساوي التوتر بين مربطي المصباح الأول يساوي التوتر بين مربطي المصباح الثاني. وإن كان هناك أكثر من جهاز، فسنحصل على E يساوي E1 يساوي E2 يساوي E3 يساوي إلى آخره. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.